توقف البطولات المحلية أثر؟ بص، هو أثر طبعا، لأن أنت يعني أنت مثلا في شغلك لو أنت ما فيش منافسة الموضوع بيقل، أو لو أنت بقول لك زيع البرنامج من البيت مش بالحماس ان انت قاعد في الاستوديو في البلاتو والاضاءه والمايك والكاميرات والقصص دي. نفس الموضوع، هو لو ما بينزلش الميه وجنبيه قديه في تاني وثلاثه واربعه وبينافسوا بعض، وده شد وانا النهارده رقمي قل النهارده بكره هزيد، لكن احنا متابعينهم على قد ما نقدر. كنت لسه النهارده بكلم دارين وانا جايه، قلت لها انت لازم تعملي حسابك ان انت هترجعي، انا مش عايزاكي ترجعي اللي هو يعني الفتنس لطيف، لا انا عايزاكي ترجعي ان انت هتكملي. دارين حجازي بطلتنا. دارين حجازي بالظبط، دارين حجازي مريم همام وياسمين يعني مش عايزه انسى الاسامي، بس احنا عندنا الحقيقه كابتن سامح عبد المولى عامل شغل محترم جدا. لاول مره يبقى قوامه فريق البنات دارين مع الدكتور اشرف صبحي تم اختيارها بالظبط كده، تم اختيارها سفيره الاخلاق الرياضيه من قبل وزارة الشباب والرياضة. كان تصويت اتعمل على الموقع وهي كسبت فيه. هي دارين حقيقة نموذج للرياضية الخلوقة الملتزمة جدا، ملامحها بتقول ده أصلا. هي فعلا هي شطورة وشاطرة في الدراسة كمان. فاحنا المنافسة طبعا وعدم وجود المنافسة وان هما بيلعبوا في البيت، لكن احنا شغالين على ان احنا ما نسيبهمش. كنت بكلمك على كابتن سامح عبد المولى، لاول مرة كان يبقى قوامة فريق البنات فوق ال 16 بنت، الحقيقة كلهم مستوى محترم جدا، منهم ياسمين كانت اول مرة تدخل المنتخب، هي وإيمان اول مرة يعني دخلوا المنتخب في شهر 4، في شهر 9 في المغرب او شهر 8 كانوا سوري البطوله الافريقيه، في شهر 10 كانوا جايبين اول الاثنين، واحده في الناشئ واحده في العمومي. فالحقيقه برضو الحمد لله في عندنا انجازات الحمد لله قدرنا ان احنا نحققها كاتحاد يعني، وطبعا على مستوى الولاد برضو.